ساعدنا في تمثيل الإذاعة الجزائرية في هذا المؤتمر الهام الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي نظمه اتحاد الإذاعات الإفريقية هنا في يوندي. حقيقة الحضور الجزائري كان فعالا، شاركنا في العديد من الورشات، قدمنا مقترحات هامة تتعلق بأخلاقيات التعامل مع هذا المعطى التكنولوجي الجديد، لأن المسألة ليست لا تقنية ولا تتعلق بالممارسة الصحفية بقدر في تقديرنا يعني المتواضع ما تحتاج إلى تأطير قانوني وتأطير أخلاقي. لذلك طالبنا أن تلتزم أو تعتمد الإذاعات الإفريقية في جملتها ميثاق شرف يتعلمه الصحفيون أو يعتمده الصحفيون حتى تكون هناك تعامل مهني أخلاقي حرفي مع هذا المعطى التكنولوجي في قضية التعرض للحياة الشخصية للآخرين، في تداول المعلومة المغلوطة، في الإساءة إلى المجتمعات والأقليات، في ترويج لثقافة العنف والكراهية وما إلى ذلك. هذه جملة من المحاذير طرحناها بحدة وطلبنا أن يعتمدها الاتحاد الإفريقي في البيان الختامي لهذا الملتقى الهام. مسألة أخرى طالبنا بها هي أن ضرورة يعني تشجيع الشباب الصحفيين والعاملين في الإعلام السمعي البصري على الاهتمام بتعامل مع هذا المعطى التكنولوجي الجديد، ويكون ذلك طبعا بالتكوين، والجزائر مستعدة كما تعرفون لمساعدة الأشقاء الأفارقة في جانب التكوين باستقبالهم بتوفير ما هو متاح من إمكانيات لتكوينهم، وأكثر من ذلك بالتأسيس لمسابقة دورية سنوية على الأقل تشجع الأعمال الجادة التي يوظف فيها الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية، في خدمة السلام، في خدمة رفاهية الشعوب الإفريقية.